السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحاجة اللي كتخلي الوجود الإنساني يفقد الأصالة ديالو هي ملي كيرسم لك المحدد ديالك الطريق اللي خاصك تتبعها وتفكر بها. المفكر العميق اللي عند راسو وصل للحقيقة كيبغي الأفكار ديالو تستولي على كاع الوسائل ديال التعبير. الفن التعبيري لقى بزاف الانتقادات في البداية ديالو لأنه كيبتعد على المفهوم التقليدي ديال الجمال. الناس بغات تجي للفن باش تبعد من الخوف وتقلب على الراحة، تفلتري الخيوبية ديال العالم وتخليه الأفكار ديالها هي اللي كتدور في الساحة. بعد المرات الجمال التقليدي كيبان بزز من اللي هاد الفنانة كيتقمعو ولا كيتنفاو كيما ترى البارلاك اللي قد بيجي. كان ميساج قوي ورا البساطة ديال مرا كبيرة اللي كتطلب في الشارع، واحد الصراحة اللي كتجرنا الطبيعة ديالنا ليها، ولكن الروح المريضة اللي كتحركنا كل نهار كتحاول تفاداها. إدفارد مونك غيدفع بالفن التعبيري مرة أخرى لبلاصة بعد من الجمال التقليدي، في لوحة كترسم الأبعاد ديال الخوف الداخلي اللي من خلال كريز دونغواس كتشوه الوجود ديال الشخص اللي كيعيش شي حاجه خارجه على العاده. الخطوط كاملين كيكونفيرجيو لنقطه واحده اللي كتجسد الوحده ديال التجربه، شعور بعيد على الوجود الجماعي وما كيتشاركوا الفرد مع حتى شي واحد، شعور اللي كما غنشوفوا من بعد وراه بزاف الاحتمالات، كيصيفطك اما لتقبل النهايه ولا الدخول في متاهات الانفيني. الخوف هو داك الشعور اللي كيحطنا قدام حقيقة الوجود ديالنا، ناس مليوحين في العالم باش يموتوا فيه. الهدف من الصرخة الوجودية هو نقلبوا على الإيجابية وراء حقائق على الوجود تاعنا اللي كنهربوا منها وكنخافوا نقلبوا فيها، وكنحاولوا نعيشوا ما أمكن دايبين في الوجود الجماعي، وكنتحركوا مع الساعة بحال الماكينات اللي كدوز وقتها قبل ما تلاح بلا ما تفكر في الوجود الفردي ديالها. اليوم غنهضروا على الهلع ولا لونغواس كمكون رئيسي للتازاين ديال الشخص. قاعدوا مفاهيم غنشوفوها بالتفصيل من بعد، ولكن ضروري نبداو بالهضره على الوجود. السؤال ديال الوجود ماشي شي حاجه جديده وتطرحات من اللي بدا الانسان كيفكر، ولكن المشكل هو ان الاجابه تكونت كمسلمه وراء السؤال وما جداتش كاع العمق اللي كاين في الوجود الانساني. ديكارت مثلا كيربط الوجود بالتفكير، وهذه خطوة مهمة حيت إلا تبعناها يقدر يبان لنا أن الوجود ديال الإنسان في العالم ماشي هو الوجود ديال الماء في الكاس مثلا، هنا شي حاجة اللي كتفكر. ولكن الدقة اللي ناقصة في هذا التعريف كيكملها هايدغر بالمفهوم القوي ديال الدازاين. الترجمة الحرفية ديال هذه الكلمة هي الوجود هنا، وكتعني الشخص اللي كيسول على الوجود تاعو، ولكن في نفس الوقت كيلعب في الديمونسيون ديال الوقت، محلول في كل لحظة على الاحتمال ديال الموت ديالو. أولا نحن مليوحين في العالم حسب هايدغر في وضعية خارجة كليا على السيطرة ديالنا، كنحلو عينينا وسط ثقافة عائلة ومحيط جديد اللي كيفرض علينا وكيساهم في كيفاش غنعيشو ونشوفو العالم. وقدام هذا الوصف القوي للوجود الإنساني ما يمكن لنا إلا نتعجبو، علاش ما كندوزوش حياتنا كلها في التفكير في هادشي؟ وعلاش كناخدو الوجود كمعطى؟ قاعد الأفكار ديال العالم كيدور وجود كائنات في بلاصة والو، شي حوايج اللي منهم حنا كاينين، وخا هكاك ما كنعرفو حتى راسنا وما كنعرفوش اننا ما كنعرفوش كاع هادشي اللي الفوق. ملي كنفكروا في الخوف غالبا كنخلطوه مع مفاهيم بحال الفجعه، كنخافوا اللي يوقع لينا بحال شي كاركتير في شي فيلم ديال هيتشكوك كيكون عايش حياته في امان حتى كتجي شي حاجه كتحيدو منه، طوير، قتال ولا قنبوله. هادشي الصراحه ما كيخلعش بزاف حيت كنشوفوا ان الخوف شي حاجه اللي ما كانش في الاول وكان السبب ديالو خارجي تماما. دغيا كنطلعوا في النهويات ديال الخلعه ملي كنكتشفوا من بعد ان داكشي اللي كان كيخلع الكاركتير اللي كان كيشرب ليه بالليل من قرعته هو ناعس هو راسو النيت، وكنحسوا هنا ان الخوف ماشي تولد ولكن بان بعد ما كان مخبي في الداخل. مابقاش الكاركتير ديالنا انسان عادي كيواجه الغرابه الخارجيه اللي يقدروا يعاونوه فيها الاخرين وغتبعد عليه من بعد، الخوف ديالو جاي من الداخل. دابا مابقاش انسان عادي وتحل قدام الهلع من الموت ديالو. هايدغر هضر على الهروب ديال الناس من انهم يكونوا راسهم باش يتلاحوا في الاحضان ديال الوجود الجماعي المريح. بان لي ان الروتين اليومي ديال الانسان ماشي اوتوماتيك وكيتواجد ديما في حاله اللي سماها السقوط. الطريقه باش كيطيح الفرد هي ملي كيتواجد كدي هما وماشي هو، واحد الشخص اللي دايب مع الاغلبيه الناس، طريقته في التفكير التعامل والتصرف عاديه ومتوقعه، وكتكون محدده في اش كيقولوا واش كيديروا وكيفاش كيفكروا. الانسان ما كيواجهش الموت ديالو فاس وكيدوز حياته كلها في التهرب من التفكير فيها بطرق كثيره. كنعرفوها كاينه ولكن كنبعدوها علينا ما امكن، كنشوفوها كتوقع للاخرين وعارفينها تابعانا ولكن كنقولوا ماشي دابا. هادشي كيخلينا ما نشوفوش الاهميه تاعها في الحياه ديالنا والاحتمال ديال انها توقع في اي لحظه. هايدغر هنا غيقدم لنا واحد الطريقه في العيش اللي صعيبه كيسميها الوجود تجاه الموت. هادشي غيلوحك في وسط الخوف الدائم من الموت،
خوف قوي بزاف حيت كيعيشوا الانسان كفرد وما كيقدر حتى واحد يعتقو منه. وهذه الحاله كما كيشرحها ذكر هي القلق اللي بالنسبه ليه مكون مهم في تحقيق الحريه والاصاله. ملي كنعيشوا القلق العالم ما كيبقاش عادي وكنبعدوا دغيا على الوجود الجماعي. العالم كيولي غريب وبلا معنى. داكشي اللي كيديروه هما كيولي بعيد علينا، كنوليو نشوفوه ابسورد وما كنبقاوش نتفقوا معاه. هادشي كيعطينا الوقت باش نفكروا في المكونات المهمه ديال الوجود ديالنا، نختاروا طريقنا في الحياه اللي ما داخلش فيها التفكير ديال المحيط الخارجي.